الثمانينات سؤال 19 يقول حلل كل من المقادير الآتية إلى أبسط صورة. مطيني من سؤال 19 لسؤال 30 11 سؤال. أوكي طبعاً أنا نشوفها حدودية ثنائية أكيد أفكر شنو فرق بين مربعين حدودية ثنائية وبيناتها إشارة ناقص 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 أفكر فرق بين مربعين. الخمسة وعشرين هي مربع كامل لأن جايني خمسة في خمسة والأربعة جايتني اثنين في اثنين والأكس تربع جايتني أكس في أكس فأفتح قوسين. أوكي هنا الخمسة وعشرين خمستي أنا أخلي هنا خمسة وهنا خمسة السالب يصير موجب بسالب والاثنين أك... والأربعة أكس تربيع يصير اثنين أكس باثنين أكس. إذا حللت شنو فرق بين مربعين هذا همين فرق بين مربعين همين راح أفتح قوسين الواي تربيع أخلي هنا واي وهنا واي السالب يصير موجب بسالب والمية واحد وعشرين جاتني 11 في 11 المية واحد وعشرين هي جاتني 11 في 11 بخلي هنا 11 وهنا 11. أوكي هاي نفس الشيء همين راح أفتح قوسين الاكس تربيع راح أخلي هنا اكس وهنا اكس السالب راح يصير موجب بسالب والستعش أربعة بأربعة والزد تربيع زد بزد إذا حللت فرق بين مربعين. هذا سؤال 22 شوية مهم هذا شنو أكو عامل مشترك بين ذن الحدين عرفون أنتم الاثنعش جايتني أربعة في ثلاثة فالثلاثة عامل مشترك هنا وهنا فأطلع أول شيء العامل المشترك وبعدين أحلل فالثلاثة عامل مشترك هسا الاثنعش من سحبت من ثلاثة شقد تبقى عندي هنا أربعة ناقص الثلاثة سحبتها يبقى فقط التي تربيع. أوكي هسا هذا القوس صار عندي شنو فرق بين مربعين فالثلاثة نزلها ما العلاقة بها وأفتح قوسين. أوكي الأربعة هي اثنين باثنين وهذا السالب يصير موجب بسالب والتي تربيع هنا تي وهنا تي حللت فرق بين مربعين. أوكي هسا نتحول لسؤال 23 همين هذا حدين هذا الحد وهذا الحد وبينات إشارة سالب إذا نفكر حل الفرق بين مربعين بس قبل لهاي ترى أكو عوامل مشتركة بين هذا الحد وهذا الحد لازم أطلعها يعني عندي الاثنين هنا موجودة وهنا موجودة والواي هنا وهنا والأكس هنا وهنا فنطلع الاثنين عامل مشترك بعد واي تكعيب لو واي احنا قلنا ناخذ بأصغر أس أكس لو أكس تكعيب لا بأصغر أس أكس فشبقى عندي الثمانية هي أربعة في اثنين سحبت الاثنين تبقى الأربعة والواي تكعيب أخذت واي من عتها تبقى واي تربيع وهذا الأكس كله طلع ما عندي شي بعد أزل من نفس الإشارة الناقص الاثنين سحبتها والاكس تكعيب اخذت منها اكس تبقى اكس تربيع والواي هاي سحبتها فانتي عندي العامل المشترك هسه هذا القوس صار فرق بين مربعين فالاثنين واي اكس ما لي علاقه بهذا العامل المشترك افتح راسه قوسين اوكي الاربعه هنا اثنين وهنا اثنين والواي واي اوب واي السالب يصير موجب بسالب والاكس تربيع يصير اكس بأكس إذا حللت فرق بين مربع. سؤال 24 هنا طبعا أقدر أطلع عامل مشترك اللي هو الواحد على ثمانية عامل مشترك فأطلع الواحد على ثمانية عامل مشترك طبعا الواي ما موجودة فمو عامل مشترك هسة ثمانية تقسيم أربعة اثنين تقسم هذا الثمانية المقام الواحد على مقام الواحد هنا يعني تقسم المقام على مقام ثمانية تقسيم أربعة اثنين لأن احنا بصراحة مطلعنا الواحد على ثمانية عامل مشترك كأنما قسمنا الطرفين على واحد على ثمانية أوكي خلي أكتب هذا واي تربيع وهنا لما نطلع الواحد على ثمانية يبقى واحد يعني كأنما قسمت هنا الواحد ثمانية على واحد ثمانية صار واحد والواحد على أربعة لما نقسمها على واحد على ثمانية شو تساوي إن قلنا الواحد على أربعة تنزل التقسيم يتحول إلى ضرب وهاي يصير ثمانية على واحد ثمانية في واحد ثمانية واحد في أربعة أربعة وثمانية تقسيم أربعة اثنين أوكي فهاي إحنا أنتم على مود ما تدخلون بهاي المعمعة فأنت شو تسوي إحنا قلنا الأصغر الواحد على ثمانية هو أصغر من الواحد على أربعة ليش لأن البسط متساوي المقام كبير فطلعت الواحد على ثمانية عامل مشترك وقسمت ثمانية تقسيم أربعة اثنين أوكي ينزل واي تربيع هنا الواحد ثمانين الواحد على ثمانية كلها طلعت فيبقى بمكانها واحد إذن هسه هذا راح حل فرقه بين مربعين فهاي الواحد على ثمانية تنزل ما لي علاقة بها وأفتح قوسين
الاثنين منين جايتني؟ جايتني جذر اثنين في جذر اثنين، فخلي هنا جذر اثنين وهنا جذر اثنين. الواي تربيع واي هنا واي وهنا واي، والسالب قلناها نحولها موجب بسالب، والواحد واحد وبواحد. اذا حللت فرق بين معما. هذا نفس الحاله. همي راح اطلع الواحد على 12 عامل مشترك، ليش؟ لان الواحد على 12 اصغر من الواحد على 3، ما دام البسط متساوي فاللي مقامه اكبر هو الاصغر، فالواحد على 12 عامل مشترك. وبعد الزت موجوده هنا وهنا، ناخذ زت اس 5 لو زت لا ناخذ باصغر اس الزت. خلينا نشوف شو وقع عندنا. هنا قلنا 12 تقسيم 3 4، مثل ما شلون هنا قلنا 8 تقسيم 4، هنا 12 تقسيم 3 4. زت اس 5 اخذت منها زت يبقى زت اس 4 ناقص، وهذا كله طلع فيبقى بمكانه 1. هسه هذا شنو صار عندي؟ صار عندي هنا فرق بين مربعين. فالواحد على 12 تنزل، واحد على 12 زت ما له علاقه بها، راح افتح قوسين. الأربعة هنا اثنين وهنا اثنين، زت اس 4 هنا زت تربيع وهنا شنو هو؟ زت تربيع. والسالب هو موجب بسالب، والواحد واحد وبواحد. هنا طبعا هذا همين صار فرق بين مربعين. فلازم شو اسوي؟ احلله فرق بين مربعين، يعني انزل الواحد على 12 مره ثانيه، هذا ما له علاقه به. وهاي الزت تنزل، هذا القوس مو فرق لانه زائد، هذا مجموع مربعين مو فرق بين مربعين، فهذا ينزل، هذا ما له حل بمجموعه الاعداد الحقيقيه. نجي هذا القوس نسوي قوسين بعد. فالاثنين هي جاءت جذر اثنين في جذر اثنين، فاكتب هنا جذر اثنين وهنا جذر اثنين. وزد تربيع هنا زد وهنا زد. والسالب موجب بسالب، والواحد واحد وبواحد. اوكي؟ اذا اول شيء طلعت عامل مشترك، حللت فرق بين مربعين. هلا بهذا القوس صار عندي فرق بين مربعين، وهذا بقيت لان هذا مجموع مربعين، هذا ما ينحل مجموعه الاعداد الحقيقيه. اوكي. تحول سؤال 24. طبعا هو يقول حلل كل المقاد الاتيه بابسط صوره، هاي ما دام حدوديه ثلاثيه خلاص بعد ما ينحل فرق بين مربعين. هذا شو ينحل؟ هذا ينحل مربع كامل. ينحل مربع كامل، بس لازم نتاكد هل هو مربع كامل ام لا؟ ما دام هنا الاشاره موجبه وهنا الاشاره موجبه، اوكي الاشاره الحد الاول والحد الاخير موجبه، لازم اطلع الحد الوسط. فالقانون يقول البي اكس يساوي زائد ناقص 2 تحت الجذر، الحد الاول جذر الحد الاول في جذر الحد الثالث ويساوي بما ان الاشاره موجبه فراح ناخذ الموجب 2. الاول ايش قلت؟ هو 4 اكس تربيع، والثالث هو 25 ويساوي 2. جذر الأربعة شنو هو؟ 2. جذر الاكس تربيع شنو هو؟ اكس. جذر ال 25 شنو هو؟ 5. فالناتج شو يساوي؟ 2 في 2 4 في اكس 4 اكس في 5 20 اكس. اذا هذا ساوانا الحد الوسط، اذا هذا المقدار ما دام طلع لي هنا 20 اكس يساوي لنا هاي ال 20 اكس، اذا هذا المقدار مربع كامل. فراح احلله مربع كامل، شلون حلله؟ قلنا قوس وفوقه تربيع. جذر الاول 2 اكس، لان جذر الاربعه 2 وجذر الاكس تربيع اكس، شارك الحد الوسط. جذر ال 25 5. الحد الوسط ناخذ بس اشارته، اوكي؟ فحللته مربع كامل. هذا هنا هني راح احله مربع كامل، لان حدوديه ثلاثيه ما اقدر احلها فرق بين مربعين، الفرق بين مربعين بين حدين هذا ثلاث حدود، فبعد ما اقدر اشتغل على الفرق بين مربعين. بس هنا عندي عامل مشترك، الثلاثه موجوده هنا وهنا وهنا، فطلع الثلاثه عامل مشترك، هنا شقه زد تربيع. السته جايه 3 في 2، لما اسحب الثلاثه تبقى عندي 2 زد زائد، وهنا ثلاثه من سحبتها يبقى مكانها شنو؟ 1. هسه هذا شنو؟ احلله مربع كامل. زين اتاكد من ان هذا مربع كامل، خلي اتاكد. اقول البي اكس يساوي لنا زائد ناقص 2 جذر الاول في جذر الثالث. اوكي ويساوي لنا. طبعا الاشاره شنو هنا؟ ناقص، ناخذ ما ناخذ الموجب بعد. 2 الحد الاول ايش قد قيمته؟ زد تربيع. والحد الثالث ايش قد قيمته؟ 1 ويساوي لنا سالب 2. جذر الزد تربيع هو زد، وجذر الواحد هو واحد،
فالنتيجة تساوي لنا سالب 2 زد، سالب 2 زد، وتساوي لنا الحد الوسط. هذا يساوي لنا هذا الحد الوسط. اذا هذا مربع كامل، فراح نحلله مربع كامل. هاي الثلاثه ما لي علاقه بها، تنزل وافتح قوس وفوقه شنو هو؟ تربيع. جذر الاول زد شاق الحد الوسط، وجذر الحد الثاني جذر الواحد واحد. اوكي، فحللته مربع كامل. اوكي، هنا نجي لهذا السؤال، هم راح احله مربع كامل. الحدوديه ثلاثيه، ما عندي عامل مشترك، لا عندي عامل، لا ماكو عامل مشترك، لان هنا 8 جاتني 4 2، فما اقدر اطلعها عامل مشترك، لان لازم عندي يكون هنا 3، وهنا 16 هم ما بيها 3، 16 جايتني 8 في 2، يعني ممكن يكون ال 8 عامل مشترك بس لازم موجود بكل الحدود، فماكو عامل مشترك. اخر اطلع الحد الوسط، فاقول ال بي اكس الحد الوسط يساوي لنا زائد ناقص 8 جذر الاول في جذر الحد الثالث. اوكي، خلينا نشوف يطلع عند الحد الوسط. الاشاره موجبه، فا اوكي ناخذ الموجب ناخذ السالب. الحد الاول ايش قد قيمته؟ 16 ان تربيع، والحد الثالث ايش قد قيمته؟ 3، يساوي 2 تنزل. جذر 16 4، جذر الان تربيع ان، جذر الثلاثه تبقى تحت الجذر، هسه نضربها 2 في 4 8، في ان 8، يعني في جذر 3 يصير 8 جذر 3 ان، اذا هو نفس الحد الوسط، يعني هذا هو نفسه هذا. اذا هذا المقدار هو مربع كامل. خلي احلله، شلون احلله؟ قلنا قوس وفوقه شنو هو؟ تربيع. جذر الاول 4 ان شرط الحد الوسط، وجذر الحد الاخير هو جذر 3، لان 3 ما لها جذر. هذا اكو عامل مشترك التي موجوده هنا وهنا وهنا، طبعا الارقام مو عامل مشترك، لان 4 بس هنا وهنا، والثلاثه بس هنا وهنا، لان باعتبار 12 جايتني 4 في 3، والتسعه 3 في 3، فالثلاثه بس هنا وهنا، والاربعه بس هنا وهنا، فماكو ارقام عامل مشترك، فقط التي، فراح اسحب التي عامل مشترك، هنا الاربعه تنزل، التي تكعيبه اخذت التي تبقى شنو هو؟ تي تربيع ناقص 12، هنا التي طلعته مثل 12 تنزل، زائدا العفو هنا يمكن اكو تي تربيع، يمكن انا ناطله خطا، اي هذا 12 تي تربيع، اوكي صحيح. فهنا لما انسحب التي تبقى شنو هو؟ تي زائدا، وهاي التي لما انسحبت تبقى فقط التسعه، اوكي؟ هسه هذا صار عندي مربع كامل، اتاكد من عنده، فاقول البي اكس تساوي لنا زائد ناقص 2 تحت الجذر الحد الاول في جذر الحد الثالث، ويساوي لنا الاشاره سالبه 2، نعوض الحد الاول اللي هو 4 تي تربيع، والحد الثالث هو شنو؟ 9، ويساوي لنا سالب 2، جذر الاربعه شنو هو؟ 2، جذر التي تربيع شنو هو؟ تي، جذر التسعه شنو؟ 3، فالناتج شو يساوي لنا؟ سالب، طبعا النتيجه سالب كلها، 2 في 2 4، في تي 4 تي، في 12 12 تي، اذا هذا يساوي لنا هذا، اذا هذا بين قوسين مربع كامل، يعني طلع لي هذا يساوي لنا هذا حد الوسط، اذا هذا مربع كامل، احلله التي ما لي علاقه بها، وافتح هذا التي عامل مشترك ما لي علاقه، وافتح قوس وفوقه تربيع. جذر الاول هو 2 تي، اشاره الحد الوسط، وجذر الحد الثالث هو شنو هو؟ 3. اوكي، نجي لهذا، هذا ما في عامل مشترك، رأسا نتأكد منه مربع كامل، الحدودية ثلاثية، فالحد الوسط البي اكس شو يساوي لنا؟ زائد ناقص 2 تحت الجذر الحد الأول في الحد الثالث، اوكي ويساوي لنا، بما أن الإشارة سالبة فناخذ السالب 2، نعوض الحد الأول ايش قلت؟ هذا هو الحد الأول ترى مو هذا، هذا هو التربيع، هذا الحد المطلق السي 4 ان تربيع في جذر السي ايش قد السي؟ 1، خلينا نطلع من تحت الجذر، سالب 2 ينزل، جذر الاربعه 2، جذر الان تربيع ان، وجذر الواحد 1، ويساوي 2 في 2 4، في ان 4، في 1 4، في سالب سالب 4 ان، اللي هو نفس الحد الوسط، يعني هذا هو نفسه هذا السالب 4 ان. إذا هذا المقدار مربع كامل، راح أحله مربع كامل.
كامل. راح افتح قوس وفوقه ترقي جذر الواحد واحد اشارة الحد الوسط، وجذر الأربعة اثنين، وجذر الام تربيع ام. اوكي اذا حللتها مربع. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.